أتمنى حضراتكم تكونوا شايفين دلوقتي الشاشة بتاعتي، صح؟ هي واضحة. طيب تمام، شكرا لكم. أنا اسمي محمد مصطفى، أنا مسؤول المشاركة الإقليمية في داتا سايت، ومسؤول بشكل رئيسي عن منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. إن شاء الله النهاردة هتكلم بشرح مبسط ما يكونش ممل لحضراتكم عن المعرفات الدائمة أو البريزيستنت ايدنتيفايرز، والدور اللي بتلعبه المعرفات الدائمة سواء كان في سياق المستودعات المؤسسية أو الانستيتيوشنال ريبوزيتوري، وكمان الدور المهم جدا اللي بتلعبه المعرفات الدائمة في تمكين ممارسات العلم المفتوح أو الأوبن ساينس. دي إن شاء الله المحاور اللقاء اللي هنتطرق ليها النهارده. هنتكلم في الأول عن المعرفات الدائمة، إيه تعريفها، إيه أنواعها. هنعم مجهز مجموعة من الأمثلة لمعرفات الكيانات الرقمية أو الديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير الدي يو ايز اللي هتكلم عنها أكتر بشكل مفصل. بعد كده إن شاء الله هننتقل لداتا سايت، إحنا مين المؤسسة بتاعتنا. هعرض كمان بعض المبادرات والمشاريع الاستراتيجية اللي إحنا شغالين عليها في داتا سايت، وكمان دورنا كمؤسسة بحثية في ربط وزيادة اكتشاف المخرجات البحثية المختلفة. في الشق الأخير من اللقاء بتاعي إن شاء الله هتطرق لبرنامج اسمه برنامج الوصول العالمي أو داتا سايت جلوبال أكسس بروجرام. إحنا أطلقنا البرنامج ده في شهر فبراير سنة 2023، وهنتطرق إن شاء الله لمحاور البرنامج المختلفة، وهنشوف في النهاية فرص الحصول على عضوية داتا سايت لو في أي حد أو في أي جامعة أو مؤسسة مهتمة بالحصول على العضوية. في البداية خلينا نبدأ بالبريزيستنت ايدنتيفاير أو المعرفات الدائمة. تعريف المعرف الدائم أو البيد زي ما بنسميه باللغة الإنجليزية، هو بيكون دايما مرجع طويل الأمد أو زي ما بيسموه باللغة الإنجليزية لونج لاستنج ريفرنس لمخرج بحثي، سواء كان المخرج البحثي أو كان لشخص أو لمؤسسة بحثية أو أي كيان آخر. دايما بتستخدم البريزيستنت ايدنتيفايرز أو المعرفات الدائمة في سياق الكيانات الرقمية أو الديجيتال أوبجكت اللي بيتم الوصول إليها طبعا عبر الانترنت. كمان البريزيستنت ايدنتيفاير الفكره فيه بس ان هو مش مجرد يونيك ايدنتيفاير، بس كمان بيمثل البريزيستنس بتاعته ان احنا ممكن ناخد اكشن عليه. الاكشن اللي احنا ممكن ناخده عليه ان احنا ممكن نحدث البيانات الوصفيه او الريدايركتد بيج او اللاندنج بيج اللي بيريفير ليها المعرف الدائم. في الصوره تحت في اخر البريزنتيشن عامل شرح لاحد الامثله على هذه المعرفات اللي هو معرف كيان رقمي او ديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير، وفي اللاندنج بيج او اليو ار ال الخاص بالريسورس اللي بيريفير له هذا المعرف. المعرفات الدائمه ممكن ان تمنح لثلاث انواع، يعني عندنا حاليا ثلاث انواع من هذه المعرفات. في البريزيستنت ايدنتيفايرز ممكن تمنح لاشخاص، زي عندنا اشهر معرف المعرف الخاص بالاكاديميك ريسيرشرز اللي هو الاوركيد اي دي، العباره عن الايدنتيفاير تقريبا 14 رقم يونيك ايدنتيفاير بيمنح لكل باحث، فكل باحث بيكون له يونيك ايدنتيفاير او اوركيد اي دي مختلف تماما عن الباحث الاخر. كمان عندنا في المعرفات الدائمه ممكن ان تمنح للاماكن زي اليونيفرسيتيز والريسيرش انستتيوشنز، حاليا ليها ار او ار اي دي. اشهر معرف مشهور هو معرف اسمه ريسيرش اورجانيزيشن ريجستري، ودي ايضا مبادره غير هادفه للربح، وتقريبا دلوقتي كل الجامعات والمؤسسات البحثيه لها الار او ار اي دي الخاص بيها. النوع الثالث من المعرفات الدائمه هي المعرفات الدائمه التي تمنح للاشياء للاوبجكت، وفي الحاله دي بنتكلم في سياق الاكاديميك ريسيرش، فبنتكلم على الريسيرش اوتبوت والريسورسز الخاصه بالمخرجات البحثيه. واشهر معرف عندنا في هذه الحاله هو الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير او معرف الكيان الرقمي. ده سكرين شوت او مثال لمعرف اوركيد لباحث اكاديمي، وبيديك اوركيد الفرصه ان انت تضيف كل المخرجات البحثيه بتاعتك. يعني على سبيل المثال انا نشرت خمس ابحاث في 2023، ممكن اقدر اضيفهم للاوركيد ريكورد الخاص بيا، ممكن كمان بضيف انا شغال فين، اسم الجامعه اللي انا بعمل فيها حاليا، اسم الجامعه السابقه اللي كنت بعمل فيها قبل كده، فده بيسهل الكولابوريشنز. كمان حاليا شايفين ان انتجريشن مثلا لو انا بنشر بيبر من خلال السبمشن سيستم، ممكن اعمل لوجن للسبمشن سيستم، مش محتاج اعمل يوزر نيم وباسورد على الموقع الخاص بالناشر. في بعض او معظم الناشرين بالذات الناشرين الدوليين حاليا اعتمدوا اوركيد، فانا ممكن اعمل اكسس على سبميشن سيستم مثلا باستخدام الاوركيد اي دي الخاص بيا. وفي حاله الاكسبتنس والبحث بتاعي اتنشر، بلاقي ان الببليكيشن او الانفورميشن الخاصه بالببليكيشن بتاعتي سواء كانت جورنال ارتكل او كونفرنس برزنتيشن بقت ابديتد اوتوماتيكالي من خلال الناشر ده في المعرف او السجل الخاص بيا في اوركيد.
في ده مثال اخر لمعرفات المؤسسات البحثيه والار او ار اي دي، وانا جبت مثال عندنا من مصر من جامعه بني سويف مثلا، ده الار او ار اي دي اللي ظاهر امام حضراتكم ده الخاص بجامعه بني سويف. النوع الثالث اللي هتطرق ليه اللي هو الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير او معرف الكيان الرقمي. بالنسبه لينا احنا في داتا سايت، وهنتطرق كمان شويه احنا بنعمل ايه بالظبط، بس خلينا اقول لحضراتكم ان الديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز الخاصه بداتا سايت بتدعم طيفين او نوعين من المخرجات البحثيه. اول حاجه المخرجات المرتبطه بعمليه البحث نفسها زي الداتا سيت، زي البروتوكولز، زي السامبلز، زي الايمجز، الطيف الواسع من المخرجات البحثيه اللي ممكن تكون مرتبطه بعمليه بحث معينة. أو نوع تاني بنسميه الجري لتريتشر، زي الرسائل الجامعية، الأطروحات، التقارير، الريبورتس اللي بتنتجها الجامعات، الكونفرنس بريزنتيشنز أو الكونفرنس بيبرز لو هي مش ببلشد في دورية مثلا أو حاجة، النشرات الإخبارية، النيوز ليترز، البري برنت. شفنا دعاء كانت بتتكلم على البري برنت أو المقالات المجلات الأولية اللي هي النسخة الأولية من البحث قبل إرساله لدورية إن تتم عملية التحكيم وعملية البير ريفيو بروسيس. كمان معظم الجري لتريتشر دي بيتم تخزينها أو إيداعها في المستودع الرقمي الخاص بالمؤسسة البحثية. ده شكل الدي او اي او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير. بيكون عندنا الشق الاولاني اللي هو الدي واي دوت اورج، ده البروكسي سيرفر او بيتم منحه من الدي واي سيستم. وبعد كده بيكون عندنا البريفكس، سواء كانت مجله او سواء كان انستتيوشن ريبوزيتوري بياخد البريفكس الخاص بيه، وده بيمنح من مؤسسه اسمها الدي او اي فاونديشن. وبعد كده عندنا السافكس، ده السافكس ده بيكون متغير وهتشوفوا الشكل طبعا بتاعه بياخد اشكال مختلفه سواء على حسب كل نيشر. المهم جدا ان احنا نعرف ان الدي او ايز او الديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز مش معموله عشان تكون ريدابل، يعني هي المعلومات اللي فيها مش شرط تكون مفهومه، يعني ممكن يكون اي دي ارقام، ممكن في ناس بتحط الجورنال ابريفيشن، ممكن نحط الريبوزيتوري ابريفيشن، بس هي مش الغرض الرئيسي منها ان هي تكون ريدابل. هي الغرض الرئيسي منها ان هي بتوفر مرجع او ريفرنس لهذا الرابط او الريسيرش اوتبوت ده، اقدر اغيره في حاله الحاجه او احدث البيانات الوصفيه في حالة دعت الحاجة إلى ذلك، أو أقدر أشارك بكل سهولة هذا الدي او اي مع زمايلي في المجتمع الأكاديمي بحيث إن هو بيسهل عملية الاستشهاد والاقتباسات زي ما هنشوف دلوقتي. ده بعض الأمثلة لمعرفات الكيانات الرقمية. أشهر مثال موجود حتى ومتعارف في منطقتنا العربية هو استخدام الدي او اي مع الجورنال ارتكلز، بس احنا النهارده جايين نقول ان الدي او ايز بتدعم طيف واسع من المخرجات البحثية بخلاف الجورنال ارتكلز، زي الداتا سيتس، مجموعات البيانات مثلا الناس اللي بتشتغل في الميديكال ساينسز مثلا اللي هو بيعمل سامبلز وبيشوف والله عينات كتيرة، فدايما بتنتج داتا سيتس. الداتا سيتس دي كمان ممكن ان يتم دعمها بمعرفات كيانات رقميه. في كمان بعض السبجكت ارياز بيحتاجوا يكتبوا سوفت وير كود معين، فاتاحه السوفت وير كود ده زي ما الدعاء كانت بتتكلم على اهميه الاوبن سورس سوفت وير وكده، فالاوبن سورس كود برضو ده عامل مهم وممكن ان انا انشره لو انا استخدمت كود معين او كتبت سكريبت معين واستخدم دي او اي ليه. في ايضا اطروحات الماجستير والدكتوراه ممكن ان يتم منح دي او اي ليها، فده بيساهم في زياده انتشارها. كمان شايفين دلوقتي الارشيفات الوطنيه بدات تستخدم للصور والخرائط الوطنيه والقوميه، بتستخدم ايضا معرفات كيانات رقميه. كمان احنا في داتا سايت عندنا مبادره مهمه جدا لتسجيل كمان السامبلز، العينات الفرديه، سواء الناس اللي شغاله في الجيولوجي او الناس اللي شغالين في علوم النباتات، علوم الحشرات، ممكن يعملوا السامبلز اللي بيجمعوها من الحشرات ممكن تحصل على الدي او اي. كمان الناس اللي شغاله في المواقع الاثريه، المواقع التجميع للسامبلز او العينات، او حتى لو في عينات تالفه او مهمله ممكن نمنحها حاليا دي او اي للسامبل دي. معرفات الكيانات الرقميه للمخرجات البحثيه دي احد الرسائل المهمه اللي احنا عايزين نوصلها كمان من اللقاء النهارده، ان احنا متفقين ان الجورنال ارتكل هي عباره عن جزء واحد فقط من السجل العلمي او السكولاري ريكورد، انما عمليه البحث اللي بتنتج عنها الجورنال ارتكل اللي بتكون الفاينل اوت بوت لعمليه بحث طويله. في خلال عمليه البحث الطويله دي بيكون البحث جمع داتا سيتس مختلفه، جمع سامبلز مختلفه، ممكن يكون كان بيكتب يعني البحث بتاعه اللي بينشره ده من خلال الرساله بتاعته الجامعيه، سواء كانت رساله ماجستير او دكتوراه، ممكن يكون كتب كود معين. فاحنا بنقول ان ينبغي تسجيل كل هذه المخرجات عن طريق الديجيتال اوبجكت
ايدنتيفايرز. ليه انا مطلوب مني اعمل كده؟ عشان ده بيحسن الاستكشاف والانتشار للمخرجات البحثيه الخاصه بيا، ده كمان بيحسن القابليه للوصول الاكسسبيليتي، وده شيء مهم جدا، كمان بيساهم في قابليه الاستشهاد. انا دلوقتي لو الاطروحه بتاعتي حصلت على دي او اي ليها، ده ممكن يساهم ان في شخص اخر يحصل عليها ويستشهد بيها. لو انا والله الداتا سيتس اللي انا جمعتها في البحث بتاعي حصلت على دي او اي ليها واودعتها في مستودع المؤسسي الخاص بالجامعه بتاعتي او حتى في زنودو زي اي مستودع مفتوح، وحصلت على دي او اي، ده بيساهم في تحسين الاستشهاد ايضا، وكمان بيساهم في اعاده الاستخدام، وبيحقق مبادئ الفير اللي اتكلمت عنها دعاء، بالذات في السياق الخاص بالداتا سيتس. كمان شايفين دلوقتي الدول زي مثلا عندنا في استراليا او بريطانيا بتعمل حاجه اسمها الاستراتيجيه الوطنيه للمعرفات الدائمه او الناشونال بيد استراتيجي. ليه الدول دي بتعمل الموضوع ده؟ لان هي عايزه الهدف الرئيسي ليها انها تربط كل المخرجات البحثيه المختلفه مع مؤسسات البحثيه، سواء كانت جامعات، مراكز بحثيه، او مؤسسات كمان بتمول الابحاث دي مع الباحثين نفسهم. فعندنا 3 عناصر او 3 اركان مهمين، كلهم بيكونوا كونكتد مع الريسيرش ايكو سيستم او الجلوبال ريسيرش ايكو سيستم، فده بيعظم كمان مخرجات البحثيه لدوله معينه او لمنطقه معينه. ده بعض الامثله. عندنا استراليا ريسيرش داتا كومنز عاملين استراتيجيه وطنيه ممتازه للمعرفات الدائمه، وفي كمان في بريطانيا عندنا مؤسسه اسمها جيسك شغاله على الموضوع ده، وزي ما حضراتكم شايفين بيتكلموا والله خلاص احنا اعتمدنا ان المعرفات الخاصه بالاشخاص هيكون اوركيد اي دي، مش سكوبس اي دي، مش ووب اوف ساينس اي دي، لا احنا هناخد اوركيد اي دي. بالنسبه للمخرجات البحثيه عندنا كروس ريف بالذات في السياق الخاص بالجورنال ارتكل. بالنسبه للشغل اللي عندنا في الانستتيوشنال ريبوزيتوري هيكون مرتبط بداتا سايت دي او ايز. في الجرانتس هنعتمد على كروس ريف، في الاورجنايزيشن هناخد ار او ار. فكل الدول المتقدمه حاليا بتشتغل على ان هي تعمل الناشونال بيد استراتيجي الخاصه بيها. الشق الثاني اللي هتكلم عنه هو داتا سايت. احنا مين؟ احنا مؤسسه غير هادفه للربح، مقرنا الاساسي المانيا هانوفر، اتاسسنا سنه 2009 عن طريق مؤسسات اكاديميه او جامعات ايضا. الغرض الاساسي لينا ان احنا عايزين نتاكد ان كل المخرجات البحثيه الريسيرش اوت بوت كلها، الريسورسز كمان والموارد اللي بتنتج مع العمليه البحثيه بتكون متاحه بشكل مفتوح للجميع ومتصله، بحيث يمكن اعاده استخدامها. بنحاول لان اعاده الاستخدام في سياق الأبحاث العلمية ده شيء مهم جدا، بيساهم في تعزيز انتشار المعرفة في تخصصات مختلفة وفي أوقات مختلفة أيضا. إحنا كمجتمع في داتا سايت من الأعضاء المنضمين لينا، الغرض الأساسي أيضا لينا إن إحنا نخلي البحث مور إفكتيف عن طريق الميتا ديتا أو الميتا البيانات الوصفية للأعضاء بتوعنا بيتوحوها لينا، إن إحنا كمان عايزين نربط كل المخرجات البحثية المختلفة سواء من السامبلز والصور إلى الداتا سيتس والبريبرنتس عن طريق إصدار. بنعمل ده ازاي؟ عن طريق ان احنا بنوفر للاعضاء بتوعنا الديجيتال اوبجكت ايدنتيفاير او دي يو ايز، فاحنا ريجستريشن ايجنسي او مؤسسه بتصدر دي يو ايز للمخرجات البحثيه. كمان احنا مش بس بنصدر دي يو ايز، احنا كمان عملنا تولز او بلاتفورم بتحسن سير عمليه البحث وتسهل كمان اكتشاف واعاده استخدام هذه المخرجات. احنا بنؤمن كمان بمبادئ البنية التحتية البحثية المفتوحة او بيسموها BOSI Principles. تمام، ده بيعني ان احنا بنؤمن في ان احنا بنتعاون مع المؤسسات المختلفة في المجتمع الاكاديمي. كمان احنا بنؤمن ان البيانات الوصفية الخاصة الميتا داتا انفورميشن تكون مفتوحة، بنستخدم كمان تطبيقات مفتوحة المصدر. كمان بنشجع كل اعضائنا ان هم يسجلوا كل الطيف الواسع من المخرجات البحثية اللي هم بينتجوها، وكمان بنشجع التعاون عبر بنية النظام البحثي. ده سناب شوت للمجتمع الأكاديمي اللي منضم لينا حاليا وبيتعامل معانا. عندنا أكتر من 2900 مستودع مؤسسي سواء لجامعة أو لمركز بحثي متصل معانا وبيستخدم خدماتنا. عندنا أكتر من 280 عضو من 52 دولة، وإلى الآن أصدرنا ما يقرب من 55 مليون دي أو آي، وبشكل عام بنتعاون مع أكتر من 1400 مؤسسة بحثية حول العالم. كمان في حال انضمام اي جامعه لينا بيكون ليهم الفرصه ان هم يشاركوا في اللي بنسميها ستيرنج جروبس او المجموعات التوجيهيه الخاصه بينا. عندنا مجموعه خاصه بالتكنولوجيا، مجموعه اخرى خاصه بالميتا داتا انفورميشن، وكمان عندنا مجموعتين خاصين بالخبراء الاقليميين سواء منطقه اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، ومنطقه تانية او مجموعه خبراء خاصه بالامريكتين واسيا والمحيط الهادي. كمان الرود ماب او خطتنا لتطوير منتجاتنا بتكون متاحه
ومنشورة مع المجتمع الأكاديمي كمان بشكل مفتوح وشفاف. ده سكرين شوت من الديفرنت ورك تايبس أو الأنواع المختلفة اللي احنا سجلنا دي وايز ليها عن طريق ال 1400 عضو اللي بينضموا أو بيستخدموا خدماتنا. زي ما حضراتكم شايفين أكتر من 15 مليون داتا سيتس، أكتر من 12 مليون فيزيكال أوبجكت، عندنا أكتر من 11 أولموست تقريبا 11 مليون تكست فايل. تكست ممكن يكون مخرج بحثي او ريبورت، عندنا اكتر من 4 مليون صوره اتسجل ليها دي يو اي، اولموست مليون بري برنت جورنال ارتكل. فالانفراستراكشر الخاصه بينا بتدعم انواع مختلفه من المخرجات البحثيه. ده الشق الخاص بالمعرفات الدائمه والدي او ايز. واحنا مين الشق الثاني هو الكونكتنج، عمليه الربط ما بين الستيك هولدرز المختلفين في عملية البحث. عشان نعمل كده طورنا منصة اسمها commons.datasite.org، متاحة مفتوحة للجميع، أي حد يقدر يستخدمها. وفيها عندنا الدي او ايز اللي احنا أصدرناها ال 55 مليون دي او اي، مع بعض الدي او ايز القادمة من كروس ريف. دي مؤسسة بتصدر دي او ايز بس بالذات في المؤسسات الدوريات الأكاديمية اللي عندها دوريات أكاديمية أو الناشرين الأكاديميين. وعاملين انتجريشن في داتا سايت كومنز مع الأوركيد، وعاملين انتجريشن مع الار وار اي دي، وعاملين انتجريشن مع بروجكت اسمه ريفري داتا كان فيه بعض الداتا ريبوزيتوريز. الغرض اللي احنا عايزين نعمله هنا ان احنا بنحاول نبني علاقه ما بين المؤسسات الاورجنايزيشن، ما بين الاشخاص عن طريق الاوركيد اي دي الخاص بيهم، ما بين المخرجات البحثيه اللي بينتجوها سواء كانت جورنال ارتكل مثلا او سواء كانت داتا سيت مثلا او سواء كان سوفت وير هم ناشرينه، عن طريق الدي او ايز مع الفاندرز كمان المؤسسات البحثيه اللي بتمول الابحاث دي. كل ده بنقدر نعمله عن طريق استخدام البريزيستنت ايدنتيفايرز او عن طريق استخدام هذه المعرفات الدائمه. من خلال داتا سايت كومنز بيقدر البحث مثلا يطلع على داتا سيت منشوره، بيقدر كمان بنعرض فيها معلومات عن المؤلفين والافلييشنز او العناوين الخاصه بالمؤلفين دول. كمان استخدام الدي او اي بيحسن بشكل كبير جدا في قابلية الاكتشاف او الاندكسنج والفيزابيليتي بتاعت الريسورسز اللي موجودة عندي المخزنة في المستودع المؤسسي الخاص بيا. ده سكرين شوت مثلا من احد اعضائنا والداتا سيتس الخاصة بيهم بتظهر في جوجل داتا سيت سيرش. ده سيرش انجن ايكوال لجوجل سكولر بس للداتا سيت لمجموعات البيانات. مثلا كاوست جامعة الملك عبد الله احد اعضائنا الريبوزيتوري بتاعهم مستكشف في قاعدة بيانات دايمنشنز، وده سكرين شوت لاحد الابحاث المودعة في المستودع مستودع المؤسسي الخاص بهم. كمان استخدام الدي او ايز بيساهم في مستودعك المؤسسي يوصل ويكون مثلا كونكتد مع بروكويست او اوبن اير او برودكت مختلفه زي البرودكت من كلاريفيت اسمه داتا سايتيشن اندكس. احنا كمؤسسه كمان زي ما قلت في الاول احنا بنتعاون مع مؤسسات اخرى في المجتمع الاكاديمي، فاحنا دايما واخدين دور ناشط في هذا الموضوع، شغالين مع او بنلعب دور رئيسي في احياء مبادره اسمها ميك داتا كاونت. الغرض الاساسي ليها ان احنا عايزين نبني داتا ماتريكس. زي ما حضراتكم عارفين مثلا في الجورنال ارتكلز عندنا بنقدر نتراك السيتيشنز، بنقدر نتراك الامباكت بتاعت الجورنال بابليكيشنز. احنا كمان بنفكر في الكونسبت ده بس في سياق الجورنال الداتا سيتس. عايزين نقدر نبني ماتريكس او مقاييس نقدر نقيس من خلالها تاثير الداتا سيتس اللي بتتنشر. احنا عضو اساسي كمان في الريسيرش اورجانيزيشن ريجستري او الار او ار اي دي الخاص بالمؤسسات البحثيه، وكمان بنمول وبندعم مؤسسات او مبادرات خاصه باستكشاف المستودعات المؤسسيه، وده السياق الاساسي اللي احنا بنشتغل مع المستودعات المؤسسيه. بخصوص برنامج الوصول العالمي او الداتا سايت جلوبال اكسس بروجرام، زي ما قلت لحضراتكم احنا اطلقنا البرنامج ده في فبراير 2023 عن طريق منحه حصلنا عليها من تشان زوكربيرج انيشيتيف. الغرض الاساسي لينا ان احنا عايزين نزود الاعتماد العالمي للمعرفات الدائمه او بنسميه الانكريز الجلوبال ادوبشن للبريزيستنت ايدنتيفايرز. البريزيستنت ايدنتيفايرز سواء كانوا دي او ايز او اوركيد اي ديز او ار او ار اي ديز بيشتغلوا لما بيكون في استخدام ليهم اكتر. كل ما بيزيد استخدامهم كل ما هم فعلا بيكونوا فاعلين اكتر. لو حضراتكم تتذكروا اوركيد اي دي او المعرف اوركيد لما بدأ سنة 2012 كان الفاليو بتاعته او الامباكت بتاعه ما كانش افضل شيء لانه كان لسه في بدايته، بس حاليا معظم الباحثين عندهم اوركيد اي ديز الخاص بيهم. معظم دور النشر حاليا في الانفراستراكشر او السبميشن سيستم بدات تعتمد اوركيد. يعني ايه تعتمد اوركيد؟ يعني اقدر اعمل لوجن
للسبميشن سيستم الخاص ببلشر معين عن طريق الاوركيد اي دي الخاص بيا. فكل ما يزيد الاعتماد بقى من السيرفيس بروفايدرز او من الجامعات والمؤسسات، وان هي تربط مثلا مستودعاتها المؤسسيه كل المخرجات المودعه فيها بدي او ايز، ده فعلا بيخلي البريزيستنت ايدنتيفايرز كلها تبقى ويل كونكتد، وتظهر اكتر واكتر الفاليو والامباكت اللي ممكن تعمله. احنا كمان اطلقنا المؤسسه دي في 4 مناطق محددة: منطقة إفريقيا، منطقة أمريكا اللاتينية، منطقة الشرق الأوسط وآسيا. ليه المناطق دي بالتحديد؟ لأن المناطق دي اللي في احنا أقل تمثيلا حاليا، لأن معظم العضوية بتاعتنا حاليا بتيجي بشكل رئيسي من مناطق أوروبا وأمريكا الشمالية. النهج اللي احنا أخدناه في برنامج الوصول العالمي 3 محاور رئيسية: المحور الأول المحور خاص بالتوعية، المحور الثاني محور خاص بالبنية التحتية، المحور الثالث خاص بالتمويل. في المحور الأول الخاص بالتوعية شغالين حاليا احنا بنعمل تحليل للاحتياجات وفرص التعلم لكل منطقة، بنحاول نطور educational resources مثلا في المنطقة العربية، بنخطط ان احنا نطور educational resources او محتوى تعليمي باللغة العربية، بنحاول نشوف فرص تعاون مع مؤسسات او مبادرات زي مبادرة العلوم المفتوحة في مصر مع الأستاذة دعاء وزمايلها. فإحنا بنحاول نبني الفرص التعاون بحيث إن إحنا نزود الأويرنس أو نزود التوعية في المنطقة العربية أو في دولة معينة زي دولة مصر مثلا بأهمية هذه المعرفات واعتماد هذه المعرفات. كمان شغالين حاليا إن إحنا نعمل كيس ستاديز أو دراسات حالة، نشوف إزاي الأعضاء الحاليين من مناطق جاب بيستخدموا داتا سايت، وإزاي نقدر نظهر أهمية استخدام واعتماد المعرفات في المستودعات المؤسسية. ده بعض الأمثلة للأنشطة اللي احنا عملناها. عملنا أول ويبينار لينا باللغة العربية في شهر سبتمبر، عملنا كمان ده في إفريقيا، عملنا ده باللغة الإنجليزية، عملنا في أمريكا اللاتينية باللغة الأسبانية، وعملنا كمان مؤخرا من حوالي 3 أسابيع أول ويبينار لينا في منطقة آسيا. فبنحاول نزود فرص التوعية في كل مناطق جاب أو مناطق الجلوبال أكسس بروجرام. الشق الثاني هو الشق الخاص بالبنية التحتية. حاليا شغالين على الريبورتس دي هتكون متاحة للجميع يقدر يطلع عليها ويحملها. بنحاول نفهم فيها اللاندسكيب للريبوزيتوريز في المنطقة العربية مثلا، المنطقة اللي أنا مسؤول عنها، ونشوف كم عدد المستودعات المؤسسية الموجودة في الجامعات، وايه السيرفيس بروفايدرز اللي هم بيستخدموهم. والغرض النهائي ان احنا نتعاون بقى مع السيرفيس بروفايدرز، ونعمل كمان بنسموها نولج اكستشينج جروبس. نبدا بقى نشوف والله الجروبس اللي بيستخدموا دي سبيس يقدروا يكونوا كونكتد مع بعض، لو في حد بيستخدم اي برينتس او داتا فيرس يقدروا يكونوا كونكتد مع بعض، بحيث ان احنا نبدا نبني الريبوزيتوريز كوميونيتيز في المنطقه العربيه. عشان نعمل كده احنا مستخدمين ستاندرد داتا سورسز زي روار، اوبن روار، في كوار كمان، فمستخدمين مجموعه من الستاندرد داتا سورسز بحيث ان احنا نقدر نفهم ايه البنيه التحتيه في المنطقه العربيه بالتحديد او في السياق اللي احنا بنتكلم فيه. كمان بنحاول نفهم مستخدمين بابليك نولج بروجكت، وكان في سؤال بيسال على الاوبن سورس سوفت وير. احد الاوبن سورس سوفت وير مثلا في سياق النشر الاكاديمي هو البي كي بي، واشهر مثال ليه هو الاوبن جورنال سيستم او الاو جي اس. تمام، فاحنا برضو عاملين تراكنج للداتا بتاعتهم الانستريشنز بتاعتهم، وبحيث ان احنا نقدر نشوف كم دوله بتستخدم المعرفات دي. كمان بنحاول نفهم او نشوف من خلال تقارير البنيه التحتيه، بنحاول نشوف السيرفيس بروفايدرز اللي مستخدمه في المنطقه العربيه، هل دي سبيس مستخدم اكتر، هل بي بريس ان فينيو، ايه السوفت ويرز المستخدمه اكتر في المنطقه العربيه. المحور الثالث من الجلوبال اكسس بروجرام والاخير هو محور خاص بالتمويل او فاندنج. احنا اطلقنا برنامج اسمه جلوبال اكسس فاند، جزء من برنامج الوصول بتاعنا، ووفرنا فيه دعم مالي بيصل الى 50,000 يورو لاي مؤسسه مهتمه انها تبني مستودع مؤسسي خاص بيها وتعمل انتجريشن وتبدا تستخدم دي او ايز فيه، لاي مؤسسه حتى لو عندها انستتيوشنال ريبوزيتوري قائم ان هي عايزه تطور من المستودع المؤسسي الخاص بيها، عايزه تحسن فيه. الكول فور بروبوزلز كانت مفتوحة من أول 1 سبتمبر إلى 15 أكتوبر، اتقفلت خلاص يوم السبت تقريبا أو الحد. استقبلنا أكتر من 160 طلب، في طلبات جات لنا من المبشرة جدا، جات لنا من المنطقة العربية، جالنا من تونس، جالنا من المغرب،
فجالنا طلبات كويسه من المنطقه العربيه واسيا، واوفر اول من كل مناطق جاب جالنا حوالي 160 طلب، والكوميتي في كوميتي معموله مخصوص عشان الموضوع ده، هتقعد تراجع هذه الطلبات، وبنتوقع ان النتائج هتظهر في ديسمبر 2023 باذن الله قبل نهايه العام ده. شغالين حاليا كمان لو في حد ما قدرش ان هو يقدم، او في جامعه او مؤسسه بحثيه ما قدرتش انها تقدم في المنحه السنه دي، بنفكر ان احنا نطلق برنامج تمويلي ايضا لعام 2024، وبنتمنى ان يكون في، لو في اي حد من حضراتكم مهتم او جامعته مثلا عندها مستودع مؤسسي وبيهتم ان هم يطوروا هذا المستودع، او حتى لو ما عندهمش مستودع مؤسسي ويكونوا مهتمين ان هم يطلقوا او يستخدموا المنحة دي او التمويل لان هم يطلقوا المستودع المؤسسي الخاص بهم، فان شاء الله يكون في فرصة ان هم يقدموا طلب. بخصوص عضوية داتا سايت، زي ما قلت لحضراتكم احنا عندنا حاليا اعضاء، بعض الاعضاء الموجودين في المنطقة العربية اللي بنتكلم عنها في السياق ده النهاردة، بس الغرض الاساسي ان احنا عايزين انكريز الادوبشن، عايزين نزود الاعضاء بحيث ان يتم استخدام الديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز على سياق اكبر. ده بعض الامثله لبعض الاعضاء الموجودين حاليا عندنا. عندنا المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب عامل مجهود ممتاز، وعندهم ناشونال ريبوزيتوري او مستودع مؤسسي على سياق وطني، بيستخدموا اليو ايز لكل المخرجات البحثيه. عندهم كمان بورتال وطنيه للدوريات بيستخدموا كمان فيها دي يو ايز. عندنا مكتبة قطر الوطنية، جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية في جدة، كانت من أوائل الأعضاء اللي انضموا لينا كداتا سايت. بخصوص العضوية، لو في جامعة أو مركز بحثي مهتم، عندنا طريقين أساسيين. أول طريق هو الدايركت ممبرشيب، بتتقدم الجامعة بطلب للحصول على عضوية داتا سايت عشان تعمل لينك مثلا لو عندها واحد أو اثنين أو حتى ثلاثة انستيتيوشنال ريبوزيتوريز، وتقدر تكونكتهم معانا وتستخدم دي او ايز لكل المخرجات البحثية المخزنة في الريبوزيتوريز الخاصة بيها، أو عن طريق كونسورتيوم ممبرشيب. وده الموديل اللي احنا بنفضله لأنه أفضل ماديا، ومش بس ان هو افضل ماديا، ده كمان بيوفر او بيساهم في زياده الاعتماديه، لان هو بيشجع جامعات كتيره انها تنضم، والكونسورتيوم بنشترط فيها يكون فيها 5 جامعات او اكثر، فده برضو طريقه تانية للحصول على عضويه داتا سايت. في النهاية بذكر حضراتكم باللي أنا قلته، إن المقالات المنشورة أو الجورنال أرتكل بتمثل جزء واحد بس من السجل العلمي. عملية البحث اللي بيكون بيها الباحثين بتكون عملية بحث طويلة بينتج من خلالها مخرجات بحثية مختلفة، ينبغي تسجيل كل هذه المخرجات البحثية بالديجيتال اوبجكت ايدنتيفايرز. ليه؟ لأن ده بيساهم ويحسن فعلا بشكل كبير في استكشافها وانتشارها ووصولها وقابلية الاستشهاد بيها وإعادة استخدامها، وكل ده بيتسق مع مبادئ العلوم المفتوحة والوصول الحر بشكل عام. بدعو حضراتكم تكونوا جزء من التغيير، سواء كنت باحث أكاديمي حاول تحصل على الدي يو اي لكل مخرج بحثي انت انتجته، سامبل داتا سيت، بروتوكول، ثيسيس بتاعتك، اي بحث تنشره او اي مخرج بحثي ليك حاول تحصل على دي يو اي خاص بيه. لو انت ليبريريان او امين مكتبه في جامعتك، لو عندك مستودع مؤسسي، شوف في اي فرصه لعمل انتجريشن واستخدام دي يو ايز، او ربط المستودع بتاعك ان انت تحصل على ديو ايز. لو ما عندكش مستودع في الجامعه الخاصه بيك، حاول تناقش الفكره ان احنا محتاجين ان يكون عندنا مستودع مؤسسي نحط فيه المخرجات البحثيه الخاصه باعضاء هيئه التدريس، لان ده شيء مهم جدا، ده جزء من دعم حركه العلوم المفتوحه، ده كمان بيدعم الفير برنسبلز اللي احنا اتكلمنا عنها. في النهايه قبل ما اقفل بادعو حضراتكم ان شاء الله هيكون عندنا 7 نوفمبر ندوة مجانية بالتعاون مع أوركيد، هنتكلم فيها عن الأوبن ريسيرش انفراستراكشر أو البنية التحتية البحثية المفتوحة، دي أحد المكونات الرئيسية للعلوم المفتوحة. هنناقش فيها الأساسيات الخاصة بإزاي أقدر أبني البنية التحتية المفتوحة، وهي كمان البرنسبلز أو المفاهيم الأساسية لعمل بناء أو لإنشاء بنية تحتية بحثية مفتوحة. ده الرابط الخاص بالإيفنت اللي احنا هنعمله إن شاء الله، وهيكون متاح ومفتوح للجميع. في النهاية بشكر حضراتكم وآسف لو كنت طولت عليكم، ودي الروابط الخاصة بالاتصال بينا، ولو في أي سؤال أو استفسار إن شاء الله أنا جاهز. شكرا جدا محمد، استفدنا من العرض بتاعك كتير، واتمنى الحضور كمان يكونوا استفادوا. لو في اي حد من الحضور حابب يطرح اي سؤال سواء لمحمد او لينا، اتفضل.
احنا حابه بس انوه على حضراتكم كل اللينكس للسوشيال ميديا اكاونتس موجوده في الشات، كمان اللينك بتاع الاستاذ محمد بتاع البرزنتيشن بتاعته موجود في الشات، حضرتك تقدروا تطلعوا عليه. في اي سؤال قبل ما ننهي نقدر نستقبله دلوقتي؟ هستأذن كمان حضراتكم، احنا هيبقى في لينك للفيدباك هيبقى موجود في الشات دلوقتي. هستأذن حضراتكم ان حضراتكم تملوا الفيدباك للسيشن. الفيدباك مهمة جدا بالنسبة لنا وبنهتم بيها جدا لتطوير الورش بتاعتنا القادمة. ان شاء الله لينا ورش قادمة في شهر نوفمبر، و أستاذ محمد بس في سؤال في الشات ليك. بالظبط كده، هي مش الفكره، مش شراكات الجامعات معانا ليها طريقين، او الحصول على العضويه الخاصه بداتا سايت ليها طريقين. اول طريق بيكون دايركت ممبرشيب، ده بيكون في الاغلب مكلف لو الجامعه موجوده مثلا او ما عندهاش فرصه تمويليه كبيره، لان المصاريف بتوصل الى 2500 يورو. انما في طريق تاني الانضمام لكونسورتيوم او تحالف موجود اوريدي، ده بيكون كوست افكتيف اكتر، وكمان بيساهم في زياده الاعتماد على الدي او ايز. عندنا بعض الامثله، يعني مثلا في المغرب المركز الوطني هو المسؤول، يعني هم حاليا في سياق التحول من دايركت ممبر كمان او عضو مباشر، بيستخدم الدي او ايز للمستودع المؤسسي او الوطني اللي هم عاملينه، ان هم كمان عايزين يوسعوا او يعملوا ديستريبيوشن لكل الجامعات في المغرب اللي عندها مستودعات مؤسسيه، ان هم يقدروا ينضموا لينا، فده بيزود كمان الادوبشن او الاعتماد على الديوايس. لا كان للاسف، ليا سؤال، كان ليا سؤال يا أستاذ محمد، هل الاشتراك في الداتا سيت بيعمل مشكلة مع الببلشر ولا لا؟ يعني لا بمعنى هو دي او اي مثلا بتاع باحث معين نشر في مجلة أجنبي، وبعد ما عمل نشر جه مثلا عايز يعمل بالجاريزم للمادة البحثية الخاصة بيه، بيتفاجئ مثلا ان المجله بتديله اتاحه للنشر للبحث لمده سنه، وبعد كده بتقفل الحاجات دي بتبقى كلوزد، فعايز يعمل داتا سيت للبحث بتاعه وعنده استعداد يدفع ويشترك، لكن في نفس الوقت خايف من الببلشر، هل دي بيعمل كونفليكت مع القصه دي ولا لا؟ هو في الحالة دي، يعني لو هو هينشر مثلا مع سبسكريبشن او كلوزد جورنال، هو المفروض يرجع يشوف ايه البوليسيز الخاصة بيهم، لان زي ما قلتي حضرتك في مجلات بتعمل امبارجو مثلا لمدة سنة او حاجة، فانا اشوف ايه البوليسيز الخاصة بالدورية دي. بس في الاغلب حاليا معظم الدوريات حاليا بتتجه انها تدعم كمان العلوم المفتوحة، شايفين حتى لو المجلة دي هتعمل له امبارجو او حاجة، هو ممكن يعمل ديبوزيت، وعنده الحق كباحث ان هو اللي يعمل ديبوزيت للبري برنت الخاص من البحث بتاعه، اللي هي النسخة الأولية قبل ما يحدد أي ناشر أو أي دورية هيبعتها ليها، ممكن يقدر يعمل ديبوزيت في المستودع المؤسسي الخاص بجامعته، أو حتى مستودع مؤسسي دولي زي زنودو، يقدر يحصل بيه على دي او اي بحيث إن هو يسجل البحث بتاعه. استخدام كمان الدي او اي بيحفظ حقوق الملكية الفكرية للبحث بتاعي أو للمخرجات البحثية بتاعتي، لأن جزء من المعلومات البيانات الوصفية اللي أنا بسجلها عشان أحصل على الدي او اي، أنا بحط معلومات اسمي كمؤلف أو كونتريبيوتر، بحط معلومات اسم الجامعة بتاعتي، فأنا زي بكون بحمي المحتوى أو المخرج البحث بتاعي لما بسجله بدي او اي. هو للأسف احنا مسألة الدي او اي ما يبقى معروفة لينا احنا كمكتبيين، لكن بالنسبة مثلا للباحثين العلميين ايه اللي بيشتغلوا بره هو اللي بيبقوا عارفينه، لكن الباحثين العلميين اللي هنا في مصر ما بيبقوش عارفين ايه مستودع يروح ازاي، طب هيعمل تعارض مع المجلة اللي هينشر فيها، هل تعمل له مشكلة، هل في حاجات تعريفية ليه بحيث ان كل يعني كل الاكسس على الحاجات ديت تبقى باينه له ايه البروس اند كوينز بتاعتها ولا مفيش؟ واحنا حاليا، يعني هو ده فعلا دي من الحاجات اللي احنا بدأنا نشوفها في بالذات في المنطقة العربية اللي انا مسؤول عنها، وفي مختلف مناطق الجهاد فعلا، ان في يعني في
فجوه معرفيه، فاحنا شغالين عليها دلوقتي عن طريق الويبينار اللي بنعمله دلوقتي. عملنا ويبينار في اول شهر 9 سبتمبر ان احنا نتكلم، فاحنا حاليا كمان شغالين على educational resources او ان احنا نطور محتوى باللغه العربيه يحاول يملى الفجوه دي بحيث ان احنا نوعي الناس اكتر. لا ما فيش اي تعارض، لو انت والله عملت الديبوزيت للبري برنت بتاعك ما فيش اي مشكله خالص ان انت تبعته لاي دوريه بعد كده وتنشره. كمان حاول تحصل على دي اي مش بس للجورنال ارتكلز بتاعتك، لا لو عندك رساله ماجستير احصل على دي اي ليها، لو عندك داتا سيت، لو عندك سامبل، كل الطيف الواسع بتاعك حاول تسجله وتحصل ليه على دي اي. تمام، شكرا. عفوا، في سؤال كمان بخصوص هل مفيش جهات بتوفر دي يو اي مجانا؟ للاسف لا مفيش اي دي يو اي، لان كمان المؤسسات دي سواء احنا كداتا سايت او كروس ريف هي مؤسسات محدوده جدا. عشان مؤسسه تصدر دي يو اي بتاخد لايسنس او رخصه من مؤسسه تانية اسمها دي يو اي فاونديشن، وكمان عشان نمنتين الطريقه الوحيده ان احنا نمنتين السيرفيس اللي احنا بنقدمها والانفراستراكشر اللي احنا بنبنيها. وزي ما قلت لحضراتكم احنا كمان بنطور بلاتفورم او سيرفيسز على الميتاديتا او بناء على الميتاديتا اللي احنا بنسجلها، فبيكون في مصاريف الاعضاء بتكون الشكل الاساسي لينا اللي بيمنحنا الفرصه ان احنا نقدر نمنتين السيرفيس دي او نقدر نقدم السيرفيس دي. شكرا يا محمد على إجابة التساؤلات. بشكر حضراتكم جميعا. مرة تانية احنا لينك الفيدباك موجود في الشات، اللينكات بتاعت الفيديوز اللي كانت موجودة كانت موجودة في الشات. الفيدباك بتاعت حضراتكم مهمة جدا بالنسبة لنا. انتظرونا إن شاء الله في ورش عمل أخرى. بشكرك جدا يا محمد وداتا سايت على التعاون، وإن شاء الله التعاونات تانية كتير جاية بإذن الله. بشكر حضراتكم جميعا، نشوفكم على خير إن شاء الله. شكرا جزيلا، شكرا، مع السلامة.